السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا حبيبي وأسعدك في الدارين. وإياك، تفضل. الحمد لله على سلامتك. لي سؤالين شيخنا. الله يسلمك. الله يسلمك. تفضل. السؤال الأول في مسألة اللغة، اللغة الممتهنة، مثال يعني لو 100 جنيه أو أقل أو أكثر بقليل، هل تعرف سنة أم اللغة الكبيرة دي لا تتعرف؟ اللقطة اليسيرة، يسير اللقطة لا يعرف. والمائة جنيه التي ذكرت على حسب المكان الذي وجدت فيه. إن وجد 100 جنيه في مطار القاهرة مثلا أو في شارع عام في القاهرة، لا يقال إن صاحبها سيبحث عنها لمدة سنة، فعليه يجوز الاستمتاع بها. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير. السؤال الثاني شيخنا، بالنسبة للغة التي قد تفسد، يعني لو وجد واحد إذا وجدت تفاحة ستفسد أو كيلو لحم ملقى وسيفسد إذا ترك، جاز لك أن تأخذه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك أو لأخيك أو للذئب في الشاة التي توجد في الصحراء ونحو ذلك. نعم شيخنا. ما معنى كراء شيخنا؟ الكراء الأجر، تأجير، يعني التي تستخدم، الإبل التي تستخدم في الكراء لا ليس عليها زكاة؟ لا، لبل لا عليها أيضا زكاة، ما في نص يسقطها. إذا بلغت النصارى وحال عليها حول معروف. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عامل يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله أنا بخير. معلش عايز أسألك في أكثر من مسألة، ومعلش بس بعتذر تديني وقت شوية. معلش. والله في غيرك موجودون ويتابعون، فاختصر وأوجز واسأل الأسئلة النافعة. حاضر. في أسرة ربنا وفقنا بلم مبلغ ليها من عشرات الأشخاص يعني. فلما كنت بعرض الموضوع على الناس كان بعرض حالة الأسرة بالظبط. فأحد الأشخاص شغال في شركة وتكفل، أو شركته تكفلت إن هي يعني تكفل الأسرة. فأصبحت الأسرة غير محتاجة للمبالغ اللي أنا بلمها من عشرات الأفراد. التي جمعتها والتي ما زلت تجمعها؟ هل المفروض إن أنا أبلغ الناس إن خلاص الأسرة دي بقت حالة كويسة، ولا يحق لي إن أنا أتصرف بالأموال؟ لا تخبرهم، لا تكذب عليهم، خلاص انتهى أمر الأسرة. قل يا إخوتي، يا إخواني، انتهى أمر الأسرة والحمد لله استغنت. هل توافقون على إنفاق المال لغيرها أم لا؟ إذا أمكنك. أما الجديد فتخبرهم بالحالة الجديدة. حاجة تانية يا شيخ، معلش، أنا أعمل مبرمج، وفي وظيفة جاية لي في منصة لعرض الأفلام والمسلسلات وهكذا. الراتب العائد منها هيكون حرام؟ تعمل في، يعني ستنشر خيرا أم ستنشر فسادا؟
أنا مش أنا شغال يعني مش أيوة مش أنا شغال ماشي. يعني شغالها تنفع المسلمين؟ لا 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 طبعا لا. خلاص كده ابتعد عن كده الله يسلمك. طب حاجة كمان في فضائل الأعمال يا شيخنا معلش. إيه؟ ورد الحديث عن فضل قول سبحان الله 100 مرة وسبحان الله بحمده 100 مرة، كل حديث فيهم ورد فيه فضل يعني. وورد طبعا فضل عن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. هل يصح ان انا اجمع النية في قول الثلاثة مع بعض 100 مرة، بمعنى ان انا اقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 100 مرة؟ لا 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 لا. ومن قال سبحان الله 100 مرة، ومن قال سبحان الله العظيم 100 مرة، ومن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة أحسن منك طبعا. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ سامع. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. بعد اذنك بس تفكر يا سيدي. انا كنت ورثت فلوس من اهلي. كنت ماذا عفوا؟ ايه؟ كنت ايه؟ ما سمعت، لم اسمع. بقول لحضرتك كنت ورثت فلوس من اهلي. ورثتي مال من اهلك وبعد؟ وبعدين جبت بالفلوس دي ذهب، والذهب ده المفروض ان هو يطلع عليه زكاة كل سنة؟ طبعا. لان انا الفلوس دي عيناها لاولادي يتجوزوا بيها. بلغت النصابه وحال عليها الحول زكيت. تمام، شكرا لكم. الله يكرمك. بارك الله فيك يا اخ حمدي خليب، وانت يا عمر ابو الحسن. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري حفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. هل يجوز شيخ صيام يوم عاشوراء فقط؟ يجوز صوم يوم عاشوراء فقط. طب كل عام وحضرتك بخير يا شيخ، يعني يوم عاشوراء القادم يعني هيكون يوم جمعة، هل يجوز؟ ولو صمه. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم. وأعانك الله يا أبا الأرقم شيخ ربيع. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذ كريم. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك ويجزيك خيرا. وياكم. معلش أستاذ حضرتك بس في سؤال. اتفضل. أنا عايش مع والدي ووالدتي في بيت واحد، ومعايا زوجتي، يعني إحنا الحمد لله ست متقمة مع اتنين توأم ومعاذ الكبير إن شاء الله. أيوه. كان في يعني في اختلاف طبعا في بين الزوجة والأم على فترات، وأنا ليا اتنين إخوات بره البيت، يعني متزوجين ومعاهم أولادهم بس بره البيت. أنا اللي قاعد مع الأم والأم فيه. فهي بقى لها فترة يعني ايه مصممة عايزة تطلع بره البيت يعني، فأنا موضوع الأب والأم مش قادر إن أنا ايه أسيب البيت وأسيب، خاصة إن الأب عنده 75 سنة والأم 65 سنة وبرضه تعبانين يعني مش لازم حد معاهم. أيوه. فهي يعني سايبة البيت بقى لها حوالي مثلا شهرين ونص، محاولات انا ما بقدرش اخش، بحس بخنقه الشقه، بتعب لما بخش، كلام من ده. طيب. حاولنا ناخد بالاسباب برضو كذا مره روكي وكده مفيش. معاك فلوس كتير انت ولا ما؟ لا والله انا بادئ مشروع تجاره يعني الى حد ما بادئ يمشي، انما لسه يعني احنا في اول الطريق، فالموضوع المشروع حتى واخد معظم ال يعني لو في امكان ان انا كنت اجيب ملك كان ماشي، بس هي عايزه تقعد بره ايجار وكده، انا عندي ملك في بيت اهلي. بصراحة أنا يعني أنا أكتر منها فتوى، أنا كنت عايز يعني. طب ما الحل الذي أنت تراه الآن؟ هي بالنسبة لي هي عايزة تقعد بره، وده الحل اللي بالنسبة لها يرضيها. طيب أنت ما الحل الذي يرضيك أنت بعد رضا الله سبحانه وتعالى؟ إن أنا أكون مع أبي وأمي. خلاص خليك مع أبيك وأمك، ولو معك فلوس تزوج زوجها مع أبيك وأمك، ما تفرج عليك، شوف لها سكن آخر. انا عرضت عليها الموضوع ان انا اتزوج يعني. مش ولما تعرض عليها؟ ما فيش. لا ما تعرضش عليها انت، ليه تعرض عليها؟ هي الان ناشز وتركت. انا عليا اي ذنب كده بالنسبه لها؟ يا اخي الان ابوك وامك بلغ من الكبر عتيا، ابوك 75 سنه وامك الله اعلم كم، فوق الستين. والدتي 65. 65 مريضه يعني الاثنين مرضى يعني. فشيخان كبيران مريضان. اه
تمام. والزوجة تريد تستأثر بك وتبتعد عن البيت ونترك هي أنا أسف للمقاطعة شيخ. والدتي يعني بتعامل ولادي بتعزني جامد وبتعامل ولادي وكأنها ولادها مش ستهم. أيوة هو ده هو مختصر مش في أذى واقع على الزوجة ولا أي حاجة. خلاص ما أنا بكلمك أهو الآن. الزوجة تريد أن تأخذك بعيدا عن أبويك وتستأثر هي بك ولا تفكر هي في الأم ولا في الأب، يهمها مصلحتها. والأم عجوز والأب شيخ كبير، وربي يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الزوجة تريد تأخذك بعيد عن أمك وأبيك. هي أنا حسابها على خير، لكن حسابها على خير يا بس ما مش عايزين زبزبة، أنت راجل مزبزب. من اللي تحسبها على خير التي تترك البيت شهرين ونصف من أجل رعاية شاب لأبويه الكبار؟ الخير يعني مش فاهم، صلاة يعني ولا إيه بالضبط؟ هي يعني هي نحسبها كيف ملتزمة ملتزمة الالتزام من وجهة نظرك أنت لا تفهم الملتزمة. المستقيمة تمشي على الكتاب والسنة، تمشي على مش تأخذ جزئية واحدة تقول لي ملتزمة فيها. أنا زي وجهت لها سؤالا، لو هما أبواك وأنت امرأة لا يجب عليك خدمة الوالدين وهما بهذه الطريقة، تبقين معهم أو تنصرفين؟ هي ماذا ستجيب؟ بماذا ستجيب؟ معهم طبعا. ما ستكون معهم وهي امرأة؟ طبعا. وهي امرأة ولا يجب عليها خدمة والدها بهذه الطريقة اذا كانت متزوجة؟ والله انا كنت اتمنى ان هي تسمع المكالمة بتاع حضرتك، بس لا. الطيبة عندك والالتزام عندك يختلف عن الالتزام في الشريعة. التزام الشريعة عام يا حبيبي. اي التزام الذي يحملك على ان تترك ابويك الشيخين الكبيرين، وان انت من الذي وقف بباب باللبن على باب امه وابيه حتى طلع عليه الفجر؟ لا انا اخر رد كان ان هو يعني انا مفيش يعني مش ما عنديش استعداد ان انا اضحي. والله يا اخي الكريم انا انصحك، هم اختاروني حتى انا انصحك الان ان تبر لوالديك على الكبر، ان تبر لوالديك على الكبر. الحمد لله تبرهما وتحسن اليهما. وهي انت ما اسات لي، تفضلي يا اختي اجلسي، ما احد يظلمك. انت في البيت لا الام بتتدخل في شانك ولا الاب العجوز الكبير السن، والى حد ما الام بتتدخل من وجهه نظرها ويعني عندها جانب فيه، بس الموضوع مش مستدعي هذه الدرجه. ولا يستدعي هذه الدرجه. الله يبارك فيك. وانا انصحك لو معك فلوس تزوج، دم هي ناشز بهذه الطريقه وسيبك شهرين. افترض انت تريد اهلك يا اخي، تريد ان تعاشر زوجتك، كيف تتركك شهرين في عنت تنظر لبنات الناس؟ الله المستعان. إذا كان معك فلوس تزوج ولا تستشر. الله المستعان. أنا أكلمك كده، معك فلوس تزوج أحل الله لك ذلك وتعفف، والزوجة الجديدة تشترط عليها من الأصل أنك ستبقين في البيت معي إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا في شأن أبي وأمي. هي الحالة دي مزاعة سيدنا ممكن؟ طبعا مزاعة، كل عالم يسمعها. يعني كل عالم يسمعها. هتتعدي يعني إن شاء الله؟ نعم. هتتعاد مسجلة على الصفحة حضرتك؟ مسجلة على طول على الصفحة، كلمة ابتغي وجه الله لا يبتغي وجهك ولا وجه غيرك. الآن نتكلم عن شخص بصفة عامة. بصفة عامة لا، أنا لا أعرفك ولا أعرفها. امرأة متزوجة برجل له أبوان شيخان كبيران، وهي تريد أن تنفصل عن المسكن الذي هم فيه مع أنهما لا يؤذيانها. لا يؤذيانها في شيء، ولو كانت كما قلت الأم أمها والأب أبوها والله ما حبت أنها تخرج، لكن تريد تأخذ الولد من أمه وأبيه والشيخان لكان ما عندها مشكلة. بقول لي ملتزمة. الله يهديكم. بس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال سيدنا؟ الحمد لله بخير. بالله عليك سيدنا مسلم بن عظيم الله يرضى عنك. تفضل يا أخي.
حكم بيع الشقق في الإسلام؟ أنا فتح مشروع على قد في قرية، وطبعا الناس كلها هنا عشان يعني في البلد. بيع الشقق يعني بيع الأجل، يعني بيع الآجل. أخي الكريم وضح سؤالك معلش. حكم بيع الشقق وأنت في قرية. نعم. تسأل عن حكم بيع الشقق يعني الآجل، البيع بالآجل. واحد يشتري منك زجاجة زيت هدي لك كمان آخر الشهر، كده يعني ولا إيه؟ بالظبط، يعني هو مثلا بيقول لي هجيب لك، يعني انا ببيع دواجن فبياخد مني فرخه ب 150 جنيه يبقى 5 6 جنيه. ماشي. هجيب لك فلوسها بكره او بعد، وما بيجيش بقى الا بعد اسبوع او 10 ايام. اجي امنع منه ثاني مره يقاطعني بقى ويخاطبني ولا يهمك خلاص، ما بيع الشكوك هيضيعك. بيع بالاجل هيضيعك لان راس مالك ضعيف، واذا بقيت لي ده 10 جنيه وده 20 جنيه وده 100 و200 راح راس المال. لكن حضرتك لو مثلا هو خلف معايا الوعد مش كده يشيل اسم؟ طبعا. يعني بطل الشكوك والارزاق على الله. بطل الشكوك والارزاق على الله، يا جماعه انا ما ببيعش الا نقدا. لا ابيع بالاجل، معك فلوس اشتري مني، ما معكش الله يسهل لك. طيب انا ماشي بما يرضي الله، ما بسرقش في الميزان، في غيري ممكن ينقص 3 4 جنيه ويسرق في الميزان. خليك انت مستقيم على امر الله وامر رسوله. نعم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ويل للمطففين. ماشي، الزبون بقى بيجي يقول لي ده غيرك بيبيع انقص منك. خلاص مالكش دخل بغيرك، أنا ببيع كده يا جماعة وميزاني مستوفى. ماشي يا سيدي. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. من فضلك يا شيخ عندي سؤال. سلي. هل يجوز توصيل الاكل للاجانب؟ هتوصلي خنازير ولا هتوصلي ايه يعني؟ خمرة ولا ايه بالضبط؟ لا توصيل طعام، يعني انا بس اشتغل في الشركة اللي بتوصل طعام، بس طبعا اكيد الطعام مش حلال. لا ما هو نوع الطعام، يعني اشتغلي موصلة خنازير للناس؟ لا، وصلي طعام طيب حلال للكفار حتى جائز. حاضر. الله يبارك فيك. خيرا يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى. الحمد لله بخير. ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك. وياك. في سؤالين معلش، السؤال الاولاني ان شاء الله المفروض بطلع زكاة المال. انا في شقة شاريها دفعت 200 يعني 200,000 من ثمنها، ولسه باقي عليا حوالي 450,000 على اقساط شهريه وكده. هل لما اجي اطلع زكاه المال اخصم الفلوس اللي عليا ديت ولا في ايجار على مدار كم؟ نعم. الاقساط على مدار كم سنه تسدد؟ على مدار 5 سنين، عدى وفاضل 4. لا تخصمهم يا حبيبي. يعني احسب الفلوس اللي معايا ما احسبش الديون اللي عليا. نعم. نعم. طب السؤال الثاني ربنا يحفظك. اجيلها بزمن بعيد، اتفضل. السؤال الثاني ربنا يحفظك، احيانا الواحد يعني يبقى فيه مثلا زي لحظات مثلا ايمانيه كده او حاجه، فيقرر مثلا ان هو يطلع حاجه لله او يعمل مثلا حاجه، بعد كده الواحد مش بيندم عليها، يعني مش بندم ان انا عملت كده، بس بحس ان انا تسرعت في ان انا عملت حاجه زي كده. تسرعت انك عملت خيرا؟ لا يعني ان انا مثلا نويت ان انا اعمل كده، يعني حسيت ان انا مثلا ايه كنت المفروض افكر شويه او احسبها صح. يعني كان اعمال خير، يعني اعمال بر ولا اعمال تانية؟ اعمال خير، يعني اعمال خير وصدقات وكده. يعني انت تصدقت، قلت هتصدق ب 1000 جنيه لسه ما تصدقتش، يعني مثلا قبل كده نويت ان انا اطلع حد عمره، في مره كده قلت ان شاء الله انا هطلع حد عمره. كان نذرا؟ اه نذرا. ما تنذر بعد ذلك، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما كان يريد أن يخرج. بس ده مش نذر، يعني أنا سألتك نذر قلت نذر يا حبيبي. أيوة مش قصدي ربنا يحفظك، بس اللي هو إيه، نويت إن أنا أطلع حد عمره. إذا نويت في النفس ما تؤاخذ على هذا، إذا أخلفت لعلة تراها أفضل. تمام. بس كده لكن خلصنا، ما ينفعش بقى نتكلم اكتر من كده. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي الشيخ بارك الله فيك. الحمد لله أنا بخير والله، الحمد لله. الله يسخر أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أكلمك من زمان بصراحة. الله يوفقك، تفضل. الشيخ هو أنا وقعت في نوفر الطلاق، فقلت مرتين أنت طالق. متفرقتان أو في مجلس واحد؟ لا في مجلسين. مجلس يعني مرة قلت أنت طالق ورجعتها، ومرة ثانية قلت أنت طالق. طبعا الثالثة بقى قلت لها إيه؟ تبقي طالق لو لمس مثلا نور جسم رسول الله، لو اشتريتي لو طلعتي من غير ما تقولي لي، بس أنا كان في نيتي لو اشتريتي حاجة معينة يعني. أيوة. بس ما قلتهاش لفظا. هذه كفارة يمين الأخيرة ومحسوب عليك تطليقتين. إذا قلت لها أنت طالق صريحة تحرم عليك. لا ما قلت صريحة. خلاص انتبه للي جاي. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. كويس منصور، بارك الله فيك ولك بمثل. بارك الله فيك شيخ مصطفى الجوهري. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ذا النوريني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. نعم. ألو. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوه. لا ما في ألو بقى خلاص. ألو ألو إيه بس يا جماعة. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بقول لحضرتك أنا بدرس في معهد. نعم. بدرس في معهد قراءات. تدرس في معهد قراءات وبعد. في الطفل الشافعي يقولون يد الله على قدرة الله. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. والدتي حضرتك كانت بتحج السنه دي ووجدت 5 ريالات بعد ما ادت مناسك الحج في موقف الاتوبيسات يعني. طيب. مع حكم ال5 ريالات. معاها ال5 ريالات الان؟ موجودين اه. ترسلهم السعوديه تصدق بهم في مكه. بتقول لي عليه معلش يا شيخ؟ ترسلهم الى السعوديه مع اي ذاهب وانت تصدق بهم في مكه. في مكه ما ينفعش هنا؟ لا. تمام شكرا يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. يا شيخ عايز اسال حضرتك سؤال. سلي. هو يعني انا بقدر استطاعي بطلع ممكن صدقه، فهي الصدقه لليتيم او لاي حد مسكين كده او للمسجد افضل صدقه؟ على حسب الحال التي امامك. يعني انا مثلا لو اعطيت على حد يتيم او لحد مسكين كده او للمسجد، ما انا عايز اعرف يعني. ما اقول لك على حسب الحال يعني، اذا كان الفقير امامك معدم هو اولى، اذا كان المسجد يعني في حاجه ماسه الى الصدقه دي، الى الصدقه ليس للزكاه في الاساسات لا باس، لكن اطلع مثلا المال في المسجد يجيبوا نجفه لا. على اكثر الصدقات بتاعتي لعمال النظافه اللي في الشارع.
هم محتاجين اعطيهم اذا كانوا محتاجين اعطيهم. انا ما اعرفهمش، هم مش من هنا يعني، انا قاعده في اكتوبر، هم مش من هنا، انا ما اعرفهمش، من مش عارف. ما في مشكلة، أنا نواي يا أختي، نواي دول وغيرهم يعني، لأن كثير منهم أصبحوا متسولين، يتركوا العمل ويبقوا للتسول. شكرا شكرا، الله يسلمك وجزاك الله خير يا ذا النورين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. جزاك الله خيرا. معذرة يا شيخ، سؤال في العقيدة بس، هل تصح رؤية المولى عز وجل في المنام؟ لم أقف على حديث إلا الحديث المنازع في صحته، أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، وفيه سألني عن الكفارات، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري، ثم فضع يده على صدري حتى أحسست ببرد. الحديث ده منازع في ثبوته، وأجنح إلى أنه معلول، لكن علماء السنة يقولون بالتجويز، لكن ليس المرئي هو الله. نعم، ليس المرئي هو الله، إنما هذا بس كاستشعار. أما أعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هو الحديث هذا فقط. ليلة المعراج سئل النبي عن ذلك، قال رأيت نورا. والنور فيما أفهمه من أقوال علمائنا هو الحجاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك بس يا شيخ، أسألك حاجة بس تسمعني الآخر. لا 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 تشترط علي، إن كان نافع هسمع، مش نافع هقفل السكة. خلاص تمام. ما أقبل شرطك يعني، اتفضل. ماشي. أنا طالب في كلية طب في سنة رابعة. وبعد؟ في طلبة اللي هو السنتين الأخر لطلبة امتياز دول المفروض بينزلوا المستشفى 3 أيام في الأسبوع. طيب وبعد؟ هما مش بينزلوا المستشفى علشان هما بيبقوا وراهم مذاكرة لحاجات تانية، فبيضطروا ان هما يبيعوا الايام دي للطلبة اللي هو احنا اللي اصغر منهم. كيف تبيعوا الايام للطلبة اللي اصغر؟ يعني هو بيقول خلاص حد ينزل مكاني وياخد مثلا 200 جنيه وينزل ال 12 ساعة دول. وهل تتوقع من شيخ ان يفتيك بالتزوير؟ ما انا بسأل. احنا لا يجوز، لا يجوز، خلاص لا يجوز. تمام، مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله، تفضل. سؤال لو سمحت. تفضل. تفضلك الله. شقة تمليك لورثة 5 ذكور وبنت واحدة معاقة. ولها معاش من والدها عن الإعاقة يعني، والشق عليها ديون مياه وكهرباء وغاز، وإخواتها فقراء، هل ممكن نسد من معاشها ده الديون اللي على الشقة ولا لا؟ لا لا، هي لها تسدد منها فقط هي واحدة لها في الشقة، أي واحدة على 11. نعم، جزء من 11 جزء، 5 أولاد في 2 ب10 وهي 11. يعني ما ينفعش تسدد على انهم فقراء. انت تاخد فقراء منين؟ تاخد فلوس. ما انا بقول لك لا، هم اخواتها فقراء، لا 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 ما يقدروش يسددوا الفلوس دي. تصدقوا عليه من مال اخرين. اذا هي وافقت، هي معاقه. معاقه. ها؟ معاقه، وانا اللي متولي بابضها والفلوس معايا. لا تفعل. سدد فقط اللي يخصها 1 على 11 من المديونيات الشقة. تمام كده.